بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن شاء الله النهاردة باشمهندسين هنتكلم مع بعض بإذن الله تعالى إزاي إن إحنا نبدأ نصدر البلان اللي قدامنا ده من الأوتوكاد للساب على طول. اتعلمنا في الفيديو اللي فات بفضل الله بالتفصيل إزاي نبدأ نعمل دروينج على برنامج الساب لكل البلان اللي قدامنا ده، وعملنا له أناليسيس بالتفصيل. إن شاء الله الفيديو ده هنبدأ بقى نتعلم الطريقة السهلة إزاي إن أنا عندي البلان أصلا بعد ما أنا رسمته وتعبت فيه على الأوتوكاد، إزاي إن أنا أصدره من الأوتوكاد للساب على طول، ما أفضلش أقعد أرسمه تاني من أول وجديد وأعمل له موديل تاني من أول وجديد على برنامج الساب. عشان نعمل الكلام ده اول حاجه هنعملها، اول حاجه عندي بروح جاي محدد اللوحه اللي قدام دي كلها على طول في شغلك دايما، تحدد اللوحه اللي انت عايز تحولها تقول له edit copy على طول، وتروح جاي فاتح فايل نيو موديل جديد او فايل هنا، او تقول له فايل نيو وتختار من الجنب هنا، تسيب كل الكلام ده وتيجي من الجنب هنا في حاجه هنا اسمها امبيريال وحاجه اسمها مترك. امبيريال دي خاصه بالوحدات بالمتر، المترك خاصه بوحدات الملي، فانا اقول له ايه امبيريال عشان انا شغال بالمتر، هقول له edit بيست، اروح جاي منزله خلاص كده اللوحه بتاعتي كده ضمنت ان الابعاد عندي اللي انا شغال عليها اشتغل عليها بالمتر. مبدئيا انا مش محتاج من اللوحه الاكسات والكلام ده كله، الاكسات والحاجات دي انا مش محتاجها، فانا عايز انضف اللوحه بتاعتي. فعندي امر بيسهل عليا الموضوع قوي، خصوصا لو انا راسم الكلام كله اللي عندي في ليرز موجود عندنا هنا في ليرز انا راسم بيها، فالموضوع بقى سهل ان انا اضغط رايت كليك في اي مكان هنا في حاجه اسمها هنا لير 2. لير 2 الشريط اللي ظهر قدامنا تحت هنا ده كده اسمه لير 2. في حاجه في اسمها لاير ايزوليت، يعني ايه ايزوليت؟ يعني اعزل لي حاجه معينه. ايه الحاجه اللي انت عايز تعزلها يا باشمهندس؟ اقول له وليكن الدايمنشن دي، يبقى هيبدا يعزل لي اللاير اللي لها اسمها دايمنشن، اقول له انتر بدا يعزلها لي لوحدي. بس انت لو انت شغال اول مره على الامر ده، لو انت رحت على لاير ان ايزوليت اللي جنبها على طول، لو انت اول مره تستخدمه بتلاقي عامل ازاي، بيكون امر مفعل حاجه اسمها لوك اند فيد، امر لوك اند فيد اللي هو ازاي يا باشمهندس ان انا لو اخترت اي حاجه انتر اعمل ايه، بدا فعلا يخلي الحاجه دي لوحدها، بس الباقي ده كله اي ليرز تانية بدا يعمل فيها ايه، بدا يعمل لك لها لوك يعني يقفلها لك ما تقدرش تعدل عليها. هو بص اعمل اريز للسنه الجايه مش هيرضى يعمل اي حاجه. تاني حاجه بيعمل لك فيد ليها، يعني ايه؟ بيقلل لك الاضاءه بتاعتها، تحس كانك بالظبط كانها خلفيه، صوره لها خلفيه. انا ما بفضلش دي الصراحه ما بحبهاش، فانا بحب في اللوك اند فيد اروح جاي اعمل لها ايه اوف مكان لوك اند فيد، واي حاجه اروح جاي مختارها انا مش محتاج الدايمنشن، مش محتاج الدايمنشن دي في حاجه، انتر خلاص شال لي كل الدايمنشن، اروح جاي مختار محدد كل الدايمنشن اللي عندي اهي بمنتهى السهوله كل الدايمنشن بده، واقول له ايه اريس خلاص الموضوع خلص، اقول له ايه لير ان ايزوليت كده اللوحه بتاعتي بدات تنضف. الاكسات انا محتاجها بعد كده فبعمل لها حاجه اسمها لير اوف، اروح جاي مختارها خلاص انتر خلاص تمام كده. الكتابات اللي فوق دي انا مش محتاجها في اي حاجه فاختار كل الكتابات دي واقول له اريس. بس كده البلان بتاعنا بدا ينضف بالشكل اللي قدامنا ده كده، وبدا الموضوع يبقى ايه سهل، وبنفس الكلام تقدر تعمله على اي ايه اي حاجه. بعد كده بخش على اللايرز الموجود عندي، شفت اللاير الموجود عندي، خد بالك انا شغال على على الاوتوكاد كلاسيك، بجيبه من علامه الترس اللي هي الورك سبيس، في حاجه اسمها اوتوكاد كلاسيك. الاصدارات الجديده من البرنامج من اول 2015 كده مش موجود فيها الاوتوكاد كلاسيك، فانا هعمل فيديو بسيط دقيقتين ازاي تبدا تحول من برنامج الاوتوكاد العادي اللي هو الدرافتنج والانوتيشن تحوله للاوتوكاد كلاسيك عن طريق ملف بسيط، فالناس تخش على القناه عندي وتبدا تبحث عن الفيديو ده اسمه كيفيه تحويل برنامج الاوتوكاد الى الاوتوكاد كلاسيك. فما علينا انا دلوقتي شغال على الاوتوكاد كلاسيك، فابدا اخش على اللايرز الشكل اللي قدامنا ده كده، دخلت على اللايرز احدد كل اللايرز الموجوده عندي دي كده، وفي حاجه اسمها لاين ويت اضغط على اي واحد كده بس في اللاين ويت واخليه بزيرو، وهنعرف ليه بزيرو دلوقتي. خليته كلهم بايه؟ بزيرو. بعد كده اقف على اللاير اللي اسمها صفر واعمل نيو لاير، اضغط على نيو لاير اسميها صفر واحد، خد بالك اكتب صفر واحد عشان اللايرز دي تبدا تظهر معاك اول حاجه. فاول حاجه عندي هي ايه؟ اللي بتشيل الحمل اول حاجه السبورتات الجوينتس. برنامج الساب بيشوف السبورتات باللون الاخضر، فانا هختار اللون الاخضر ونوعها كونتينوس. اجي هنا اروح جاي ضاغط كمان واحده اقول له صفر اتنين شرطه. تاني حاجه عندي موجوده هي ايه؟ الفريمز. ايه هي الفريمز؟ اللي هي الكاميرات. برنامج الساب بيقرا الفريمز على انها باللون الاصفر، فاختار اللون الاصفر واقول له ايه؟ اوكي. تالت حاجه صفر تلاته. تالت حاجه موجوده عندي اللي هي الشيل البلاطات. الشيل بلاطات البرنامج الساب بيقرا الشيل باللون الاحمر، فانا هختار اللون الاحمر واقول له ايه؟ اوكي. الحاجه الوحيده بس هاجي على الفريم واجي اللاين ويت اديله رقم كبير وليكن 3 من 10 5 اللي يعجبك، المهم رقم كبير وهنعرف ليه دلوقتي. طبعا احنا نسينا نطفي الاكسات، اروح جاي مختار هنا الاكسات اروح جاي اطفيها، او البرنامج بس مهنج لو انا قلت له ريجن زي ريفرش كده بالظبط، خلاص بدا ايه كل حاجه بدات تمام.
اول حاجه بعملها ببدا اول حاجه اعمل الفريمات الموجوده عندي، الكاميرات الموجوده عندي. بعمل الكاميرات ازاي؟ طبعا احنا عارفين ان الكاميرا لو احنا اتفقنا عندي نوعين من انواع العناصر الموجوده عندي في برنامج زاب، ايه هو؟ قلنا عندي حاجه اسمها الفريم اليمنت وعندي حاجه اسمها الاريا اوبجكت. قلنا ايه الفرق ما بينهم؟ قلت لك الفريم اليمنت ده عباره عن الحاجه اللي البعد التالت بتاعها اكبر من البعدين الاساسيين، البعد التالت بتاعها اللي هو ايه؟ الطول ده كله اكبر من البعدين الاساسيين اللي هو البي والتي اللي هو ابعاد الكاميرا نفسها، فكنا بنسميه ده تبع كاتيجوري اسمه الفريم اليمنت. نفس الكلام مع العمود، فعندي الفريم اليمنت ده بيكون موجود فيه خط كده من هنا كده من السي جي بتاعه لحد هنا ده كده، الخط ده هو ده الخط التحليلي بتاع الايه؟ بتاع الفريم. نفس الكلام هنا، الخط ده هو اسمه ايه؟ الخط التحليلي بتاع العمود اهو، هو ده الخط التحليلي لانه اسمه ايه؟ فريم اليمنت. فالبرنامج بيبدا ما بيقراش الجسم ده، هو بيقرا كل الحاجه في الفريم ده هو الخط ده، والعمود بيقرا كل حاجه فيه هو الفريم ده. طب هتقول لي يا باشمهندس بيعرف قوته منين؟ اقول لك يا باشمهندس ما انت معرف له القطاع فهو اوتوماتيك بيبدا يحسب كل الخصائص الاريا والانيرشيا وكل الكلام ده كله ويبدا يدخلها لك على الخط ده كده. يبقى الخط ده بيتعرف له حاجه اسمها الكي الاستيفنس بتاعته، عشان انا دلوقتي بعمل اناليسز مش بعمل ايه حاجه ثانيه، بعمل ايه اناليسز. الاريا اوبجكت بقى اللي احنا قلنا ايه؟ قلنا ان البعد التالت بتاعها يا باشمهندسين اصغر من البعدين الاساسيين، البعد التالت اللي هو ايه؟ اللي هو السمك بتاعها ده اللي هو ليكون 20 سنتي 15 سنتي، اكبر من اقل من البعدين الاساسيين اللي هو كام؟ 4 متر في 3 5 متر في 6 كده. فانا عندي البعد التالت اكبر اقل من البعدين الاساسيين، والبرنامج بيبدا يقرا الاريا اوبجكت على انها سطح بالشكل اللي قدامي ده كده، بيقرا على انها ايه؟ سطح. يبقى بيقرا الفريم على انه خط بالشكل قدامي ده كده، يبقى الكاميرات اللي عندي دي كده البرنامج هيقراها على انها ايه؟ خطوط. طب اخلي الخطوط فين؟ انا الخطوط في السي جي بتاع الكاميرا، يبقى انا عايز اعمل خط في السي جي بتاع الكاميرا. اعمله ازاي يا باشمهندسين؟ اختار الفريم، اجي هنا اعمل امر لاين، ارسم خط بس بالعرض كده اهو، بعد كده اروح جاي راسم خط كمان من هنا راسي، اشغل القرصه عشان اعمل حاجه ايه؟ راسيه بالشكل قدامي ده كده، انتر كده، اروح جاي بعد كده ماسح الخط الافقي كده بمنتهي السهوله كده، انا عملت خط في منتصف الكاميرا. جه بقى دور هنا حاجه اسمها اللاين ويت، بص كده سويتش اللاين ويت، شفت الحاجه بقت لها سمك كبير كده تبدا تبان، وهنعرف اهميتها دلوقتي بعد ما نرسم البلاطه. لو ماتش اللاين ويت دي طبعا مش هتلاقيها عندك، تضغط هنا على الشكل الكاستمايزيشن وتختار من هنا حاجه اسمها اللاين ويت، هيبدا يظهر لك الايقونه بتاعتها هنا. على الامتداد كله هعمل خط واحد، يعني ده كلها كاميرا كونتينوس على بعضها، فهعمل خط واحد بس فيها، هعمل خط ايه؟ واحد بس فيها، وهنعرف ليه دلوقتي. بعد كده احدد الكاميرا دي كده، اخدها كوبي، بس ما انساش اخدها كوبي منين؟ اختار من حاجه معلومه، وليكن الخط ده او ده، لان ده وده موجودين في كل الكاميرات، فاختار وليكن من هنا. اشيل القرصه على الامتداد كله، هو بص خط واحد، على الامتداد كله، على الامتداد كله ده خط واحد، ده اختلف يبقى اعمل له ده اهو. يبقى الامتداد كله خط واحد، اجي بعد كده على الافقي، اجي اعمل برضو نفس الكلام مع الافقي اهو اهو، بعد كده امسح ده اريز، بعد كده اخد الكاميرا دي كوبي او كوبي كوبي من ده خلاص انتر من النقطه دي وليكن على الامتداد كله، على الامتداد كله اهو، على الامتداد كله هو خط واحد بس. يبقى انا كده عملت كل الكاميرات اللي عندي وكل ايه الكلام. بعد كده بعمل امر اسمه ايه؟ فيلت. فيلت ان انا عايز اعرف، فاكرين فليت لما يكون عندي حاجه كده خط كده وخط كده، كنت بقول لك يا باشمهندس انا عايز اربط ما بينهم بارك بكيرف، كنت بعمل ايه؟ حاجه اسمها فليت، وكنت بدي له نص قطر ار وليكن قيمه معينه بحيث انه يعمل لي الارك ده. طب انا لو خليت له نص القطر ده يا باشمهندسين بيساوي صفر، ايه اللي هيحصل؟ يبقى الخط ده كده والخط ده كده، هيعمل ايه؟ هيجي يمشي ده وهيبدا يمشي ده طوالي، هيلاقي ان النص قطر هيجي يعمل نص قطر هيلاقي بصفر، يبقى راح جاي موصل لك ده مع ده. هو ده نفس الفكره اللي احنا عايزين نعملها هنا. هاجي على امر فيلت، الريديوس بتاعي يكون بزيرو، خلاص تمام بزيرو. بص كده معايا، اختار مالتيبل طبعا عشان ما يخرجش من الامر، فهختار ده. بص كده همشي بالترتيب، بالترتيب ده مع ده اهو، ده مع ده. لو كنت عكست بقى، لو انا عملت كنترول زد وعكست، لو انا قلت ده مع ده على طول ورجعت بقى قلت ده مع ده، ايه اللي حصل؟ بص بيعمل ايه؟ بيعمل فيلت من ده مع ده، فالزيادات بيقطعها زي ما احنا ايه فاهمين، الزيادات بيقطعها. عشان كده بقول لك ايه، امشي بالترتيب يا باشمهندس، اعمل امر فيلت وقول له مالتيبل وامشي بالترتيب، ده اهو مع ده اقرب حاجه له، ده مع ده اقرب حاجه له، ده اهو بالترتيب، وهكذا ده مع ده وهكذا يا باشمهندس، ده مع ده.
كده يا باشمهندس انا اكون عملت كل الكاميرات الموجوده عندي. ايه بقى الميزه؟ ان انا بعمل امر فيلت، بعمل على الامتدادات كله حته واحده. بص يا باشمهندس، لو انا اخترت الكاميرا دي ايه اللي حصل لها؟ كلها على بعضها حته واحده، كلها على بعضها كاميرا واحده. وده اللي شرحناه في الفيديو اللي فات، لما قلنا لما تيجي ترسم الكاميرا، لو انت عندك كاميرا كده في عمود، ادي عمود ادي عمود، زي الكاميرا اللي عندنا دي كده، الكاميرا اللي عندنا دي كده موجود عندها، ادي عمود التاني التالت الرابع اربع اعمده، صح؟ فانا بقول لك الكاميرا دي ادي تلات اربع اعمده، بقول لك الكاميرا دي ممكن ترسم الحته دي لوحدها والحته دي لوحدها والحته دي لوحدها، كل حته لوحدها. بس في الحاله دي انت عندك المومنت بتاع الكاميرا ده ازاي يا باشمهندس؟ المومنت بتاع الكاميرا ده يا باشمهندس هعمل كده، هنا بصفر هيبدا يطلع هينزل هيطلع وينزل، صح؟ فانت عايز تفهم ان الكاميرا دي المومنت عند البدايه بتاعتها او النهايه بصفر، والمومنت هنا بالبدايه او النهايه ايه بصفر، على حسب انت راسم الكاميرا دي من يمين لشمال او من شمال لليمين، زي ما شرحنا قبل كده في الايه في اللوكال اكسس. فانت عايز تعرف نقطه الستارت هي دي ولا نقطه الستارت هي دي، يا ترى هصفر ده ولا هصفر ده. فانت لو راسمها كلها حته واحده، لو انت قصدي راسمهم كلهم حته على بعضهم، يبقى هتضطر تيجي على الكاميرا دي لوحدها وتبدا تشوف الستارت فين والاند فين، وتبدا تصفر الستارت او الايه او الاند. انما لو راسمها كلها على بعضها حته واحده، يبقى انت كل الكاميرا اللي موجوده عندك في البلان، وعندك كمان كاميرا كده وكاميرا كامله كده وهكذا، يبقى انت هتختار كل الكاميرا اللي موجوده عندك على طول في البلان، وتبدا تقول له ايه صفر لي الستارت والاند بتاع الكاميرا دي على طول، صفر لي الستارت والاند، بدل ما تفضل تقعد تختار كاميرا كاميرا لوحدها. ودي افضل حاجه، ان انا ارسم الكاميرا كله الامتداد على بعضه، كل حاجه بص الامتداد كله على بعضه. فانا لما اجي اختار ده هصفر هنا وهنا الستارت والاند، لما اختار دي هيصفر الستارت والاند، لما اختار ده هيصفر الستارت والايه والاند، وهكذا. يبقى انا فاهم قبل ما احل، فاهم استراكشر قبل ما ايه ما احل، فاهم نظام انشاء والستاتيكال سيستم بينقل الحمل ازاي قبل ما ايه ما احل. يبقى انا كده رسمت كل ايه الكاميرات الموجوده عندي. تاني حاجه عندي هرسمها هي ايه البلاطات. بس قبل ما ارسم البلاطات يا باشمهندسين، ودي اخطر نقطه، افتح اول حاجه الاكسات اللي موجوده عندي، خلاص كده اللوحه بتاعتي كلها ظهرت، اختار اللوحه كلها ما انساش، واقول لها موف، اعمل لها امر ايه موف. موف منين يا باشمهندس؟ من ابعد نقطه في البلاطه تحت شمال، اهو تحت شمال في الكورنر الشمال اللي تحت ده، هي دي ابعد نقطه، هي دي ابعد نقطه. في حاجه تاني في البلاطه موجوده؟ لا، هو ده المنشا بتاع اخر النقطه دي. فاختار النقطه دي واجي على الكوماند بار، اضغط تحت هنا واكتب صفر وصفر وصفر، عشان النقطه بتاعتي دي تروح بدايه المنشا، يروح بص عند نقطه الصفر وصفر وايه وصفر، بحيث لما تخش البرنامج النقطه دي هتبقى عند الصفر وصفر وصفر، فما تغلطش في الاحداثيات. يبقى الاحداث ده مثلا واحد ونص، ده كذا ده كذا، يبقى يطلع لك صح. انما لو كنت سايبها فوق هنا، يبقى انت مش عارف اصلا احداث البدايه دي كام، فهو هياخدها من الاوتوكاد ويبدا يحسب بالزيادات، فانت مش عارف انت ماشي صح ولا ايه ولا غلط. فافضل طريقه ان انا اوديها للصفر وصفر. بعد كده هبدا ارسم البلاطات الموجوده عندي، امسح بقى خلاص كل التكس دي مش محتاجه في حاجه، لير ايزوليت بتاع التكس دي انتر انا مش محتاجهم، اريز لير اي ان ايزوليت. الاكسات عمل لها ايه لير اوف، خلاص لير ايه اوف زي ما ايه زي ما شفت. بعد كده اختار من هنا امر ايه الشل، البرنامج بيقرا، عشان يقرا الشل عشان توصل لبرنامج الساب لازم تبقى بامر اسمه 3 دي فيس، اختاره 3 اف، امر اسمه ايه 3 دي فيس 3 اف. وخد بالك من ملحوظه كبيره جدا قلناها واحنا بنشرح قبل كده البلاطات، قلت لك وانت بترسم البلاطه لو رسمتها في اتجاه عقارب الساعه غير لو رسمت البلاطه في اتجاه عكس عقارب الساعه. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني لو رسمت البلاطه كده، دي نقطه البدايه، وبعد كده ده وبعد كده ده وبعد ده كده، يبقى انا كده ماشي عكس عقارب الساعه. ولو رسمت البلاطه دي، دي نقطه البدايه ودي مثلا يعني اهو مشيت في اتجاه عقارب الساعه ومشيت عكس عقارب الساعه، ايه اللي هيفرق؟ قال لي اللي انت راسمها في اتجاه عقارب الساعه، اللي انت راسمها في اتجاه عقارب الساعه، واللي انت راسمها في اتجاه عكس عقارب الساعه اي، تمام؟ ادي البلاطتين. اللي انت راسمها في اتجاه عقارب الساعه دي اللي اترسمت صح، ودي اللي هيبقى اللوكال اكسس بتاعتها، ده اسمه واحد او اكس، ده اسمه ايه؟ واي. اتجاه محور ايه؟ الزد هيكون لاعلى. ماشي؟ وده كده ايه؟ صح. والاحمال بتاعتك هتبقى كده زي ما انت متعود في اتجاه ماينس زد. انما لو انت راسم في اتجاه عقارب الساعه بقى يا باشمهندس ايه اللي هيحصل؟ هيبقى ده اسمه محور اكس اه عادي، وده اسمه محور واي اه عادي، بس الزد ده يا باشمهندس هيبقى لتحت. فانت وانت مش واخد بالك، انت المفروض بتدخل الاحمال في ماينس زد، صح؟ فانت لما تيجي تدخل الاحمال هنا في ماينس زد وانت اصلا مش واخد بالك ان انت رسمت غلط، هيجي هنا يبص الزد كده، فلما يجي يدخل الاحمال هيدخل الاحمال كده، فتلاقي الديفورمد شيب بتاع البلاطه طلع لفوق، تلاقي البلاطه بدل ما بترخل تحت اللي احنا متعودين عليه كله، لا تلاقي البلاطه طلعت لك ايه لفوق، وتلاقي شغلك كله ايه غلط. فخد بالك يا باشمهندس قوي وانت بترسم على الاوتوكاد، نرسم في اتجاه عكس عقارب الساعه. بص اهو ارسم، بص معايا، اخترت نقطه اهو، همشي تقسيم واشغل القرصه عشان ايه يرسمها صح. البلاطه اللي عندنا وشغلنا على برنامج الساب هنخليها ايه ربع في ربع، ربع ايه في ربع عشان دقه الحل. واطلع فوق اطلع فوق اخلي ربع برضو، اخش تاني هنا الناحيه دي ربع،
بص هو اوتوماتيك على طول ايه قفل الشكل خلاص اوتوماتيك، اول ما انت رسمت اتجاه عكس الساعه خلاص اوتوماتيك ايه قفل الشكل. اروح جاي مختار البلاطه اقول له موف، امسك من النقطه دي اوديها عند نقطه الصفر ويا صفر ويا صفر. بعد كده انا عايز اعمل ايه في البلاطه في التقسيمه دي، عايز اخليها تروح على ايه الشكل كله، فكل اللي عليه اعمله اختارها، اعمل امر اسمه اري اي ار انتر اري، اقول له ريكتانجولار اري. بص كده اوتوماتيك ريكتانجولار اري، ابدا بس اعدلها قبل ما اشتغل. خد بالك في حاجه اسمها البيز بوينت. يعني ايه البيز بوينت يا باشمهندس؟ يعني انا عندي اول تقسيمه اهي، تاني تقسيمه اهي، بيقول لك هو دلوقتي اوتوماتيك واخد البيز بوينت بتاعه. بص فين؟ في هنا في نص البلاطه. ممكن انت تخليها هنا، تخليها هنا، مكان ما انت عايز، بس هنخليها في نص البلاطه زي ما هي كده عن طريق البيز بوينت. اختار اهي واروح اختار اي نقطه اي مكان تاني انا عايزه، خلاص هيعمله لك. تمام، بس افضل حاجه تسيبها في السنترويد عادي بمزاجك. يعني ادي النقطه وادي النقطه، المسافه دي المفروض تبقى كام يا باشمهندس؟ هقول لك يا باشمهندس، انا المفروض ان انا عندي البلاطه دي كده، والبلاطه اللي بعدها تبقى لازقه فيها على طول. فانا لما اجي اقيس من السي جي ده للسي جي ده هيبقى عباره عن كام؟ انا عندي البلاطه 25 من 100، يعني المسافه دي كلها 25 من 100، يبقى نصها كام؟ نصها ده 12 ونص، وفي نص هنا 12 ونص، يبقى اذا المسافه من هنا لهنا المفروض تبقى 25 من 100، نفس الكلام. طب انا عندي في بلاطه هنا، في بلاطه هنا، وفي كمان اختها فوق هنا، يبقى اذا المسافه الافقيه 25 من 100 والمسافه الرئيسيه 25 من 100. يبقى انا هاجي اعمل ايه؟ بص كده هقول له السبيسنج، هيقول لك السبيسفاي بتوين كولمز، يعني المسافه دي كام؟ اقول له 25 من 100. طب ما بتوين روز ده وده هيبقى كام؟ اقول له 25 من 100 انتر. خلاص كده بقى ايه تمام. تيجي بس كل اللي عليك تمسك النقطه اللي فوق دي وتبدا تطلع بيها لحد فوق، لحد ما توصلها لاقرب مكان في الشكل عندك. ضغطه واحده خلاص الموضوع خلص بالنسبه لي، ضغطه واحده كده الموضوع خلص. في حاجه اسمها اسوشيتيف. يعني ايه اسوشيتيف؟ يعني انت عايز تبص كده كل الاريا اللي عندي دي كلها حاجه واحده، يعني بص كلهم كتله على بعضها. انما لو قلت له اسوشيتيف وقلت له ايه نو هيخلي لك كل حاجه ايه لوحدها. انتر. بص كده كل قطعه ايه بقت لوحدها، عكس لو انت كنت مخلي الاسوشيتيف يس كنت هتلاقي كلها على بعضها كتله ايه واحده. ابدا امسح الزيادات اللي انا مش عايزها، الزيادات اللي هي بره دي كده اهو اريز. خد بالك اللي مش تحت الشكل بتاعك اهو. انتر اريز خلاص مساحه الزيادات. فاضل عندي ايه بقى يا باشمهندس؟ فاضل عندي ان انا عندي الحمل بيتنقل من البلاطه، تقسيمه البلاطه للكاميرا. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني انا عندي في بلاطتين، في تقسيمه بلاطتين، الكاميرا بتاعتي يا تبقى هنا يا تبقى هنا. يعني انا عندي اهو ده تقسيم وده تقسيم، الكاميرا بتاعتي يا تبقى هنا يا تبقى هنا يا هنا يا هنا يا هنا. ليه على الحدود الخارجيه يا باشمهندس؟ بص بقى برنامج السيب بيشتغل بطريقه اسمها الفاينايت ليميت، يعني طريقه العناصر المحدوده. يعني البرنامج ما يقدرش يشتغل على البلاطه الكبيره دي كلها، فبيبدا يقسمها لحتت صغيره حتت صغيره، اللي هي التقسيمات اللي احنا ايه عاملينها اللي هي ربع ايه في ربع. البرنامج الدومين اللي قدامه ده كله ما بيقراش منه حاجه غير النقطه دي والنقطه دي والنقطه دي والنقطه دي، الاربع نقط دول هما اللي بينقلوا ايه الاحمال. فانا لو حطيت الكاميرا هنا كده ولا لا اي لازمه، حطيتها هنا كده ولا لا اي لازمه، حتى كمان اقول لك ايه انستيبل، ولكن في ايرور عندك يا باشمهندس. ليه؟ ان الحمل هيتنقل ازاي؟ مفيش عندي احمال على الخط ده ولا الخط ده، الاحمال كلها عند النقط دي. فانت لو عايز الكاميرا موجوده تبقى هنا، لان النقطتين دول هينقلوا الحمل على الكاميرا، تبقى هنا تبقى هنا تبقى هنا يا باشمهندس. وصلت؟ يبقى بنفس الكلام عايزين نطبقه هنا. اطبقه ازاي يا باشمهندس؟ اجي ابص الكاميرا دي خلاص على الشل كلها، الحمد لله جايه معانا مظبوطه على الشل كلها. كاميرا زي اللي فوق دي اعمل فيها ايه؟ كل اللي عليك تعمله بص يا باشمهندس اهو، كل اللي عليك تعمله افضل حاجه بس ان انا اعمل ايه؟ مثلا اعمل لير ايه؟ لير اوف مثلا لده لللير دي خلاص عشان تريح معاك الدنيا. كل اللي عليك تعمله بص كده تختار الكاميرا مع الكاميرا وتبص الكاميرتين مع بعض، عشان انت لو اخترت دي لوحدها هتطلع لوحدها اهو. بص تطلع لوحدها، لا انا بختارهم الاثنين مع بعض بحيث ان ياخدوا النقطه مع دي مع دي، ومن النقطه المشتركه اللي بينهم اختارهم الاثنين اطلعها ايه فوق. نفس الكلام هنا، هاجي فوق اختار النقطتين واخد النقطه دي اطلعها فوق على حد البلاط. الفرق البسيط ده مش مؤثر قوي، يعني اللي هو يعني انت عشان كده احنا قسمنا 25 سم بحيث ان الفرق 12.5 سم مش فارق قوي. يعني اختار ده مع ده، نفس الكلام فوق، انا اختار من هنا اختار ده مع ده. تمام كده، هنا البلاطه على حد بالظبط، هنا البلاطه على حد بالظبط، هنا على حد بالظبط. كاميرا زي دي بقى اعمل فيها ايه؟ كاميرا زي دي انت مسموح لك يا تخليها فوق يا تخليها تحت، بس انت بص بقى اقرب حاجه فين؟ يا فوق يا تحت، مفيش يعني مفيش اختلاف، فممكن خلاص تخليها فوق مفيش مشكلة. يعني اختار من هنا وخليها فوق دي، اختار من هنا اخليها ايه فوق، الكاميرا دي اختارها اطلعها لحد فوق هنا اهو، وهكذا. كده بقى كل الدنيا بقى تمام. عندك كاميرا زي اللي تحت دي ممكن تطلعها، طالما خليك كله فوق يبقى طلع دي برضه لفوق عشان تفضل نفس الاسبان زي ما هي. اختار دي اطلعها فوق
في حاجة اي حاجة تاني؟ طب اتأكد منين يا باشمهندس؟ بص كده لو انت خفيت بقى اللاين ويت ايه اللي حصل؟ كل القمر بص كده لونه بقى اصفر، مش اصفر بس، يعني تحس ان في لون برتقاني كده. طالما حاسس ان هو داخل على البرتقاني كده تعرف ان هو داخل على بلاطه بالظبط، يعني موجود على بلاطه بالظبط. ده لون زي ده اصفر بس، راح جاي مختاره، راح جاي منزله تحت هنا واختار من ده الاثنين دول، راح جاي مختار ده ونزله تحت ايه هنا بمنتهى السهوله. اظهر اللاين ويت تاني، خلاص الدنيا ايه بقت تمام معاك. اختار ده من هنا اوصله لحد هنا، نفس الكلام ده من هنا اوصله لحد هنا، نفس الكلام ده من هنا اوصله لحد هنا. بعد كده اعمل ايه؟ لير اون لللير اللي انا كنت قفلتها بتاع الكاميرات. ابدا ابص اعمل تشيك على الكاميرا دي، تمام الكاميرات دي تمام، ده تمام، كل الكاميرا موجوده على حدود الشناب بتاعتي، يبقى انا كده اتطمنت على الكاميرات الموجوده عندي. ابدا اعمل فراغات، انا عندي هنا في فراغ المنور، بص بقى معايا ركز بقى معايا الفراغ ازاي بقى. اطفي برضو ده كده، اطفي البيمز، بص الفراغ فين، كل دي البلاطات الموجودة اهو جوه الفراغ ده، اروح جاي ماسك كل البلاطات دي اعملها اريز، خلاص كده المنور فضي عندي. يبقى انا كده ظبطت كل الشلات. الخطوة بقى كان انا عايز اعمل السبورتات بقى، اجي من هنا واقول له ايه جوينت، اختاري الجوينت الموجودة. بعمل السبورتات عن طريق امر اسمه ايه بوينت، ان انا مقيم الدرو، درو في حاجة انا اسمها ايه بوينت، في سنجل في مالتيبل. سنجل يعني نقطة واحدة، مالتيبل يعني ايه متعدد، ان انا اقعد ارسم ايه كتير. لو انا جيت تحت هنا اخترت النقطة دي خلاص انتر مش ظاهرة، يعني انا رسمت نقطة ومفيش حاجة ظاهرة. ليه يا باشمهندس؟ انت لازم تروح على قائمة فورمات، في حاجة اسمها البوينت ستايل، نختار وليكن الشكل ده عشان يبان زي السبورتات في الساب، اقول له اوكي بدأ يظهر معايا. في حاجتين، في حاجة اسمها في البوينت ستايل، في حاجة اسمها ابسولوت وريلاتيف. ايه الفرق بين الابسولوت والريلاتيف؟ بص كده انا خليته ريلاتيف، بص كده انا رحت على زوم بعيد اهو، قلت له ريجن زي ريفرش كده اهو، السبورت كبر قربت اهو، اعمل ريجن سبورت ايه سبورت. ليه يا باشمهندس؟ ده بياخد 5% 5% من حجم الشاشه، بيبدا يشوف حجم الشاشه قد ايه وياخد 5% منها. طب لو خليته ابسولوت قلت له اوكي هيفضل حجمه طول عمره كده، بص روح بعيد قول ريجن، لا هيفضل طول عمره 5. عايز تصغر تكبر باي براحتك، تصغر 5 دي تكبر، بس انا افضل حاجه بحب ايه ريلاتيف الصراحه، واقول ريجن خلاص الموضوع يبقى تمام. بعد كده اقول له ايه درو تاني بوينت مالتيبل، ابدا اعمل ايه السبورتات بتاعتي، في سبورت هنا، في سبورت كان هنا، في هنا ركيزه، فين تاني كان في هنا ركيزه، في الركيزه هنا، هنا بقى موجود هنا او موجوده هنا، موجوده هنا، موجود هنا، وهنا 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 وهكذا. يبقى انا كده ايه دخلت كل السبورتات اللي عندي. عايز اتاكد من عددهم اعمل ايه يا باشمهندس؟ اروح جاي اعمل لير ايزوليت للسبورتات انتر، اروح جاي مختار كلهم كده افضل اعدهم. لا ده انت فاضي، امال لازمته امر بروبرتيز بقى، تول بروبرتيز او اختصاره بي ار، تول باليتس بروبرتيز او اختصاره كنترول واحد، قصدي كنترول واحد. بص كده انا معايا كام؟ كام بوينت؟ 16 بوينت، يعني بيقول لك ايه انا راسم لك 16، بدل ما انت تفضل تقعد تعد. يبقى انت كده اتاكدت ان الركائز اللي عندك او السبورتات اللي عندك تمام، خلاص كده كل السبورتات تمام، اعمل لاير ان ايزوليت خلاص كده تمام. كده الموديل بتاعي بقى جاهز ان هو يتصدر لبرنامج الساب، رسمت البلاطات خلاص كل حاجه، رسمت السبورتات الكاميرات، كده الموديل بقى جاهز ان هو يتصدر لبرنامج الساب. لو صدر برنامج الساب للبشمهندسين ازاي؟ لازم اول حاجه تقول له فايل سيف از، سيف از مثلا وليكن على الديسك توب مثلا، او خلينا هنا على السوليد سلاب مثلا، هنا خليك على الديسك توب عشان نبقى عارفين مكانه. لما تيجي تسيف يا باشمهندس لازم مش دي دبليو جي، دي دبليو جي اختصار دروينج، ما تسيفوش دي دبليو جي. لو انت عايز تصدر له برامج تحت الانشاء تخليه دي اكس اف، دي اكس اف بقى 2000 براحتك، 2004 خليه على 2000 عشان يفتح لاي اصدار، يبقى دي اكس اف. يبقى عشان اصدر برامج تحت الانشاء دي اكس اف، واسميه وليكن سوليد سلاب عشان ابقى عارف اسمه. ما تنساش قبل ما تصدر تخش على تولز، في حاجه اسمها هنا ايه اوبشن، بيقول لك هنا من دي اكس اف اوبشن، بيقول لك انت عايز تقرب لاقرب كام. طبعا اقرب كام بعد العلامه العشريه؟ اقرب 16 رقم البرنامج هيهنج معاك في برنامج الساب. فانا بفضل وليكن اقرب 3 ارقام، اقرب رقمين اللي يعجبك، المهم اقرب بعد العلامه العشريه لاقرب رقم قليل مش 16 رقم عشان ايه يظبط معاك. بقول له اوكي واقول له ايه سيف، كده انا سيفت الفايل بتاعك بقى جاهز ان هو يتصدر لبرنامج الساب. عشان تشتغل على برنامج ساب لازم يكون الملف ده مقفول، الدي اكس اف اللي انت هتصدر منه تقفله. برنامج الروبوت والكلام ده سهل علينا الدنيا، الروبوت كان ممكن وانت شغال اصلا جوه الاوتوكاد تعدل اي تعديل على الاوتوكاد يسمع في الروبوت على طول،
تقدر تعدل، يبقى الاثنين مفتوحين معاك، تعمل اي تعديل على الاوتوكاد يشتغل على الروبوت على طول، فالموضوع سهل. انما هنا عشان احنا في الساب خلينا دلوقتي ماشيين على الاشتراطات بتاعته. فانا قفلت ايه دي اكس اف اي فايل، فتحنا برنامج الساب خلاص. اقول له ايه اول حاجه الوحدات تكون ايه طن متر سيلز، دي اهم حاجه عندي. بعد كده اقول له فايل بقى، هاجي هنا اقول له ايه امبورت بقى، امبورت ليه يا باشمهندس؟ اقول له امبورت اوتوكاد دي اكس اف اي فايل. فتحت الدي اكس اف فايل موجود مكانه فين على الديسك توب، اسمه سوليد سلاب اهو، اقول له ايه اوبن خلاص. بيقول لك الجلوبال اب دايركشن، يعني ايه جلوبال اب دايركشن؟ يعني انت دلوقتي بترسم ايه؟ انا دلوقتي برسم بلان، بلان يعني في اتجاه محور اكس واتجاه محور ايه واي، مش ده اللي احنا شرحناه بكده التفصيل؟ يبقى اذا الجلوبال اب دايركشن الاتجاه الاعلى بتاعك اسمه ايه؟ هيبقى هو محور ايه؟ الزد. طب نفترض انت شغال على شير وول او على كولم او على اي حاجه، الحاجات دي موجوده فين؟ الحاجات دي موجوده في الاكس ايه؟ يا اما الاكس زد يا اما الواي زد، الاكس ايه؟ زد يا الواي زد. فانت عندك الجلوبال بتاعك التالت اسمه ايه؟ يا واي يا هيبقى ايه؟ يا اكس يا واي، على حسب الايه انت عايز تعمل اناليسيس، في الاكس زد ولا في الواي زد، او على حسب مكان العمود لو انت شغال 3 دي. تمام. فانا اقول له هنا اتجاه دي الزد بتاعي، اقول له ايه اوبن اوكي. اول حاجه اعملها ادخلها حاجه اسمها سبيشال جوينت. السبيشال جوينت المقصود بيها السبورتات بتاعتك. فاجي من هنا اقول له انا مسميه هنا ايه الجوينت، واقول له اوبن، بدا ينزل لي كل السبورتات اللي عندي اوتوماتيك على طول. اساين جوينت ريسترين او الشورت كات زي ما احنا عملناه، جبناه من هنا رايت كليك من هنا، في حاجه اسمها اساين بوينت، رايت كليك هنا اساين ايه بوينت، اختار من هنا الريسترين واقول له نوعك هنج واقول له اوبن. خلاص كل السبورتات دخلت على طول معاك اوتوماتيك. قبل ما تدخل اي حاجه ثانيه للبرنامج عرف قطعها عشان يبقى الموضوع سهل. اقول له على قائمه ديفاين الحاجات بقى اللي احنا اتعودنا عليها، لو هي 4000 في اس اي، لو هي خرسانه يبقى اللي يهمني منها 2.5. الكلام اللي تحت ده كله يهمني لو انا بعمل اناليسيس، لو انا بعمل ديزاين، لو انا هستخدم برنامج الساب في الديزاين، لو انا هصمم بلاط على برنامج الساب. انما احنا مش هنصمم على برنامج الساب، احنا هنتعلم بعد كده ازاي نصممها على برنامج السيف ان شاء الله. انما على برنامج الساب احنا هناخد منها اناليسيس بس، وهنتعلم ازاي نصممها احنا باستخدام شيت اكسل بسيط كده ان شاء الله. اقول له ايه اوكي اوكي. بعد كده اقول له ديفاين سيكشن بروبرتي فريم سيكشن، انت عندك ايه اشيل الموجود ده خلاص، ديليت بروبرتي خلاص، اعمل واحد جديد اد نيو، نوعك ايه يا باشمهندس؟ نوع كونكريت، اقول له ريكتانجل. القطاع بتاعك كام؟ القطاع بتاعك بي 25 في 50، 25 سم في 50 سم صح؟ القمر اللي عندي 25 في 50. اجي من هنا طالما القمره يبقى الدبس هو الكبير، يبقى نص، لانها دروب بيم، قمره ساقطه مش قمره مخفيه، مش قمره مدفونه. لو مدفونه كان العكس، يعني لو عندي السقف اهو، انا عندي السقف اهو، بيبقى السقف عامل كده، الكاميرا بتبقى عامله كده، حاجه ساقطه كده، فده الدبس الكبير اهو ليه، هو ده الدبس. انما احيانا السقف زي الهولو بلوك سقف كبير، فبنعمل فيه ايه السقف ده؟ راجعين عاملين الكاميرا جوه السقف نفسه، اهو هي دي الكاميرا. ففي الحاله دي العرض ده هو اللي كبير، الدبس ده هو اللي ايه؟ اللي صغير. تمام؟ ف 5 نص في 25. واخش من هنا على السيت موديفايرز واقول له ايه تعال على التورشن كونستانت يا باشمهندس وخليك بصفر. وشرحنا ليه التورشن، لانه انت عندي نوعين من انواع التورشن، في تورشن لازم للاتزان، ان انا لازم الكاميرا تتصمم على ان عليها تورشن زي ده لما يكون عندي الشكل ده اللي هو الكابولي. فانا لو عندي هنا كاميرا يبقى الكاميرا دي لازم تتصمم على ان عليها تورشن. انما لو انا عندي بلان بقى زي السوليد سلاب، بلان زي ده كده، فالبلان ده الكاميرات اللي عليه ده، الكاميرات دي كلها التورشن اللي فيها غير لازم الاتزان، يعني التورشن مش هيحصل غير لو حصل انهيار للسقف، والسقف لما ينهار هيبدا يلف حول يلف الكاميرا دي، والحاله دي بتحصل قليل جدا، فاحنا ايه بعمل نجلكت ليه للتورشن. فخد بالك من الحاجات دي يا باشمهندس، الحاجات اللي عليها تورشن والحاجات اللي ما عليهاش. الكاميرا الدايره، انا عندك كاميرا كيرف كده، كاميرا الكيرف ده بيبقى عليها تورشن ولازم يتصمم على ان عليها ايه تورشن. المارجنال بيم في الفلات سلاب، يعني انت عندك فلات سلاب كده الاعمده كلها جوه هنا، وانت جيت عملت مارجنال بيم، عملت كاميرا بره هنا كده، كاميرا دي وكاميرا هنا وكاميرا هنا وكاميرا هنا، انت مخليهم كلهم ميه واحده، يعني كلهم داخلين على بعض، يبقى في هنا تورشن. يعني الكاميرا دي كده وكده بقى في هنا يتولد عندك تورشن. ليه؟ في كاميرا كده اهي، في كاميرا اهي، كاميرا اهي، في كاميرا تانية طالعه عمودي عليها كده. الكاميرا دي تدي كونسنتريتد لود هنا، فعايزه تعمل ايه الكاميرا دي؟ عايزه تخلي الكاميرا دي تلف كده، معنى كلمة تلف يبقى الكاميرا على ايه؟ تورشن. نحل المشكلة دي يا باشمهندس، نحل عن طريق ان انا اعمل حاجة اسمها شايل ومتشايل، ان انا اعمل كاميرا كده للاخر واخلي الكاميرا التانية دي محملة عليها، يبقى ده الشايل اللي مكمل، ده الشايل وده اللي متشال عليه، يبقى ده كده الرئيسي وده اللي هيجي، وده الرياكشن اللي هيجي من عليه كده، ده هيبقى ايه؟ مجرد رياكشن على ده، عشان اتخلص ايه؟ من التورشن واعمل نجلكت للتورشن. يبقى في ده اسلوب ده، وفي ان انا اصممها اصلا على انها على ايه؟ تورشن. بس الكاميرات اللي عندنا كلها هنا مفيش عليها تورشن، فاقول له ايه؟ اوكي.
اوكي عندي بعد كده في نوع من انواع البلاطات، في عندي بلاطات كام؟ 14 في 16. يبقى انا هنا اقول له السلاب، او اضغط هنا اقول له ايه بقائمه ايه ديفاين اهي، او اضغط هنا ديفاين اشغل عشان ايه نسهل على نفسنا ما تاخدش على القوائم دي. في هنا حاجه اسمها ايه ديفاين اريا سيكشن، اضغط القطاع الموجود عندي اعمل له ديليت. اوكي بس اعرف قطاع جديد نيو سيكشن اقول له ايه سوليد 14 سنتي. اجي هنا زي ما احنا شرحنا بالتفصيل يا باشمهندسين، ادخل له السمك الفعلي اللي هو 14 عشان يحسب منه الوزن، واجي هنا ادي له رقم صغير اللي ايه 1 من 10000 مثلا، او 14000 رقم بالشكل اللي قدامك ده كده، عشان خاطر يهمل ايه يهمل الجساءه بتاعته ويخلي الحمل يتنقل من البلاطه للكاميرا على طول زي ما شرحنا بالتفصيل قبل كده. ما انساش الماتيريال بتاعتك تكون 4000 دي اس اي قرصنه نوع شيل سن، لان مش بشغال اساسات. اللون بتاعك براحتك خليها وليكن اي لون هنا. بعد كده تقول له اد اقبي واعمل تاني اس وليكن 16 سنتي. هو خد من هنا الخصائص اللي انا كنت لسه عاملها. انا اجي هنا اقول له كام خليك 16 و1 و4 دي خليها 1 و6 1 و6 وده خليها 4000 دي ساي شيلت سن. ما انساش اقول له ايه اوكي. اللون بتاعه لو انت عايز تغيره لو قلت له موديفاي تعالى هنا على اللون خليه وليكن الاحمر. اوكي لان احنا هنستخدم الالوان دلوقتي. عايز ادخل الكاميرات بقى الموجود عندي، هقول له بقى على طول فايل امبورت دي اكس اف اوتوكاد دي اكس اف فايل، اختار مكان الدي اكس اف بتاعي زد. اوكي اجي هنا في الفريمز بقى راجع مختار من هنا الفريمز بتاعتي اللي عندي اقول له اوكي. دخل كل الكاميرات على طول، ادخل اساين على طول بقى ايه للكاميرات اقول له اساين فريم فريم سيكشن، وراجع مختار القطاع اللي هو 25 في 50 اقول له اوكي. كده كل الكاميرات اللي عندي 25 في سي 50. في حاجه اسمها هنا بريفيوس سيلكشن عشان يختار اخر حاجه وكان مدخلها، هو مدخل اخر حاجه دي وانا رسم الكاميرا دي كلها على بعضها، يبقى دي نقطه الستارت وادي الاند، ده الستارت والاند. طب انا مش عارف يا باشمهندس فين الستارت والاند، اقول لك يا باشمهندس تعالى على الفريم ظهر لي اللوكال اكسس بتاعه على الفريم لان دي كاميرات فريم، فاهو؟ يبقى الاتجاه الاحمر كده يبقى معناه ان ده الستارت وده ايه الاند، الاتجاه الاحمر كده يبقى ده الستارت ده الاند، ده الستارت ده الاند، ده الستارت ده الاند وهكذا. فانا ايه عشان كده رسمتها حته واحده. خد بالك بص عمل لك هو بس اتجاه سهم واحد بس، هو واحد واحد يعني يعني محور واحد. لو انت رسمها كل واحده لوحدها كان يعمل لك هنا احمر وهنا ايه لبني، ده احمر وده لبني، ده احمر كل واحد ايه لوحده. فانا عشان رسم كل حته واحده على بعضها وده افضل اقول بريفيس سيلكشن وابدا اصفر المومنت على طول بمنتهى السهوله. اصفر المومنت ازاي يا باشمهندسين؟ اقول له اساين فريم بارشال ريليز او بارشالي ريليز، اقول له ايه تعال على المومنت 3 3 لان اهم حاجه عندي في الفريم هي مومنت 3 3، وشرحنا قبل كده ليه بالتفصيل عشان خاطر اتجاه لوكال اكسس. لما قلنا ايه المومنت 3 3 والدوران حوالين محور 3 ده اسمه ايه اكس 2 ده اسمه اكس 3. المومنت على نتيجه حمل راسي اهو هيسبب دوران حوالين محور اسمه محور 3، فالمومنت الرئيسي اللي عندي اسمه ام 3 3. ما يحصلش ام 2 2 غير لو جالك احمال افقيه كده او كده، شرحنا كل الكلام ده بالتفصيل قبل كده. فانا اقول له الغي لي ام 3 3 اقول له ايه اوكي. طبعا ام 2 2 لو لغيته مش هيفرق معاك لان ايه مفيش ام 2 2 لان ما عنديش اي احمال جانبيه. بص كده صفر المومنت هنا وهنا بقى المومنت هينزل هيطلع هينزل هيطلع هنا بصفر، نفس الكلام هنا نفس الكلام هنا، ده سيمبل بيم خلاص ده برده كونتينيوتي. يبقى انا ايه بدات اعمل الشكل فعلا زي الاستراكشر الحقيقي. اقول له ايه شو اند فورمد ايه شيب. بعد كده عايز ادخل البلاطات اقول له ايه ابدا اعمل ايه فايل امبورت اوتوكاد دي اكس اف فايل، اختار من هنا السوليد سلاب اقول له ايه اوبن اتجاه الزي، اختار من هنا انت عايز تدخل ايه بقى عايز تدخل ايه شيل، واختار هنا ايه الشيل اللي انا عاملها. اوكي خلاص اتقل عليه لحد ما يدخل ايه كل الشيلز الموجوده عندك. عندي بقى ايه ان انا عندي ده 14 سم كل اللي موجود هنا ده كده 14 سم، ده بس كله ده بس ايه ال 16 سم. اعمل الكلام ده ازاي يا باشمهندسين؟ كل ما عليك تعمله اهو راح جاي مختار ده اهو بص كده ده اهو مع ده مش ده كله 16 اهو كل ال 16 مثلا اهو اختار ده. خد بالك انت اتاكد الاول يعني انت لو عملت هنا ده كده سيت ديسبلاي اوبشن اهو او دخل على طول القطاع بدل ما لسه متاكد دخل القطاع على طول اختار ده ابدا اختار ده برضو من هنا كده اختار ده اختار ده برضو اختار ده. يبقى انا اخترت كل البلاطات 16 اقول له ايه اساين اريا اريا سيكشن فين ال 16 تعالى ال 16 اوكي.
طب انا عايز اتاكد افرق بين ده وبين ده. كل ما عليك تعمله، بص يا باشمهندس، تخش على سيت طبعا، هات الاند فورمد شيب او شو او ديسبلاي شو اند فورمد شيب، الاثنين واحد. بص كده، تعالى هنا سيت ديسبلاي اوبشن. خد بالك يا باشمهندس، انا شرحت لك قبل كده، قلت لك البرنامج بيقرا السبورتات باللون الاخضر، الكاميرات باللون الاصفر، بلاطات باللون الاحمر. طب ده الديفولت بتاعه ليه؟ لانه واخد الفيو كولر باي اوبجكت، يعني الاوبجكت انا عندي البرنامج بيقرا الاوبجكت الكاميرا باللون الاصفر فانا خليك باللون الاصفر، البلاطات باللون الاحمر فانا خليك باللون الاحمر. طب انا عايز بقى لا باي كولر، يعني انا اديت السكشن ده كنت فاكر لون معين وكنت منتج ده لون الاحمر، طب اعمل ايه؟ فبقول له فيو كولر باي اوبجكت بقى باي سكشن. اوكي بص بقى، ده كده اللون وده ايه اللون. لو انا دخلت على ديفاين سيكشن بروبرتي اد الاريا سيكشن او الشورت كات بتاعها على طول بره اهو، لو انا قلت له مثلا تعالى على 16 قلت له موديفاي 16 لون ايه احمر، تعالى على ال 14 قلت له موديفاي ال 14 لون ايه اللون ده اهو، خلاص بقى ده اللون وده اللون موجود عندي. كاميرات واخده لون تاني، اخش على السيكشن اهو، لو انا قلت له موديفاي واخده اللون الابيض ممكن اخليها اللون الاصفر اهو. اوكي اوكي، كل ما عليك تعمله بص كده ريفريش بس بالقلم، خلاص الموضوع خلص. يبقى انا كده دخلت كل البلاطات اللي عندي. عايز اتاكد ان البلاطات دي اللوكال اكس بتاعها تمام، تعالى على 3 دي اهو، البلاطات دي تمام باي اوبجكت. اوكي بقى كلها باللون الاحمر، لو في حاجه مرسومه غلط كان هيديك اللون بتاعها لون بنفسجي مش لون احمر. وصلت يا باشمهندس؟ ماشي، انا شرحنا قبل كده باي سيكشن وخلاص. اوكي تعالى هات الاكس اي واي. عايز بعد كده عايز اعرف بعد كده باقي الحاجات اللي عندي، اقول له ديفاين لوب باتر. طبعا عندك حمل الديد، انا هسمي اول حاجه اون ويت ونوعه ديد، تقول له ايه اد، تعالى على الديد بقى اقول له ايه ديليت زي ما احنا اتعودنا بقى، اي حاجه موجوده همسحها. بعد كده عندي في فلور كفر، او ممكن ادخل الاحمال كلها على فكره باشمهندسين في الاون ويت دي واسميها حاله الديد على طول، حاله كيس عامه، وادخل فيها كل الايه الاحمال، او ان انا اعرف كل حمل ايه لوحده بمزاجك. بس في الحاله دي لازم تختار ده نوعه ايه يكون سوبر ديد. ليه؟ عشان يخلي السيلف ويت ملتبلاير بصفر، وقلنا ليه؟ عشان ده ما يبقاش بصفر فيلغي وزن المنشأ، فانا اخترت ده سوبر ديد عشان ايه يفضل وزن المنشأ موجود هنا يتحسب، وده الفلور كفر. بعد كده عندك حمل اسمه الول لود نوعه سوبر ديد اد. بعد كده عندي حمل اسمه اللايف لود، واختار من هنا نوعه لايف واقول له ايه اد. خلاص اوكي كده كل الاحمال اللي عندي. ديفاين لود كومبينيشن واقول له اد نيو، اختار اول حاله عندي اللي هي التيميت العاديه عشان احنا هنصمم الالتيميت. الالتيميت عباره عن ايه؟ عباره عن 1.4 في الديد لود. طبعا خد بالك احنا نسينا نخش على اللوك كيسز الاول، نلغي حاله الديد لوك كيسز، تعالى على الحاله اللي اسمها الديد دي اللي احنا مسحناها واللي ديليت لوك كيسز عشان ما تملكش اناليسز ليها. حاله الموديل دي خاصه بالزلازل مش عايزها، اقول له ايه اوكي اوكي. بعد كده اقول له ديفاين لود كومبينيشن اد نيو. بعد كده هاجي من هنا اسميها حاله الالتيميت، الالتيميت عباره عن 1.4 في الديد، اجي على الديد اقول له اد، في هنا اون ويت اد، في هنا اول لود اد. بعد كده هاجي 1.6 في اللايف لود، اجي على اللايف لود اقول له اد اقول له اوكي. بعد كده اد نيو برضو اسميها التيمت 2 اللي هي عباره عن ايه، التيمت 2 اللي هي عباره عن 1.5 في الديد زائد 1.5 في اللايف، 1.5 في الديد 1.5 في اللايف. تنساش ما تختارش الالتيمت طبعا، تنساش. اوكي اوكي كده عرفت كل الكيسز اللي موجود عندي. فاضل عندي ان انا ابدا ادخل الاحمال الموجوده عندي. لو احنا بصينا على الاحمال الموجوده، قال لي انت عندك في فلور كفر كام، 1.5 كيلو نيوتن او اللي هي 15 من 100، واللايف لود 2 من 10. كل اللي عليه اعمله راح جاي له ايه سيلكت سيلكت. بص بقى بروبرتيز اريا سيكشن، اختار لي كل الايه الاريات اللي هي 14 و16 لان عليهم نفس الحمل، اقول له ايه سيلكت. بقى كل البلاطات اختارهم لي، كل اللي عليه اقول له اساين اريا لود، اساين اريا لود يونيفورم شيل. اول حاجه عندي الفلور كفر بكام يا باشمهندس؟ ب 15 من 100، اقول له ايه ابلاي. خلاص حط لي 15% على ايه على البلاطه كلها. ارجع تاني بريفيوس ايه سيلكشن، الحمل اللي بعده كام اللايف لود بكام يا باشمهندس؟ ب 2 من 10، اقول له ايه ابلاي. خلاص تمام. في وول لود طبعا، ما فيش وول لود على ايه، فيش وول لود عندي على البلاطات، كل لول لود موجوده فين؟ لان ده سوليد سلاب، كل لول لود موجوده على الكاميرات مش على البلاطات. طب ادخل احمال حوات على الكاميرات ازاي يا باشمهندس؟ نبدا الاول نبص الاول، هو مديك ايه؟ مديك الوول دينست، مديك الجراما بتاع الحيطان. طب احسب وزنها ازاي؟ بص يا باشمهندس بقى معايا، احسب وزنها ازاي؟ مش انا عندي ده السقف بتاعي، السقف بتاعي ده نازل منه كاميرا كده، كاميرا اهي، الكاميرا دي بعدها في تحتها حيطه، وبعد كده في عندي
الدور اللي بعده في كاميرا وهكذا. شو هو ده الستاف بتاعنا؟ هو ده الستاف بتاعنا ولا لا؟ هو ده عبارة عن كاميرا، كاميرا اهي فوق اهي، والبلاطة فوقها، وانا واخد سيكشن، ودي كاميرا برضو اهي، والبلاطة اهي، دي كاميرا اهي لحد هنا. وبعد كده في الطوب بقى، ده تأشير الطوب خطين، سيب بقى بينهم ايه فاصل. انا عايز احسب دلوقتي وزن الطوب. انا عندي وزن الطوب ده ممتد على مسافه طويله، وليكن 4 متر، 5 متر، 6 متر، الله اعلم بقى. فانا مش هفضل ايه اقعد احسب ايه ال 5 متر وزنهم قد ايه، ال 6 متر يا ترى وزنهم قد ايه. فانا باخد شريحه لجوه 1 متر، 1 متر، بحيث ان انا ايه احسب الوزن عليها. في الوزن اللي موجود على كل متر ده هيبقى موجود على المتر ده، موجود على المتر اللي بعده، على المتر اللي بعده، وهكذا. طب احسب ازاي؟ انا عندي الجامع عباره عن الويت على الفوليوم، صح يا باشمهندس؟ اه صح. يبقى اذا الويت عباره عن ايه؟ عباره عن الجامع في الفوليوم، صح؟ صح. بس خد بالك بقى، لو الجامع بتاعتك بكام، بتاع الطوب 1.8 من 10 طن عليه على المتر مكعب. طب الفوليوم عباره عن ايه؟ عباره عن ابعاد الحاجه الثلاثه، صح؟ صح يا باشمهندس. ايه هي الابعاد؟ عباره عن البي، العرض ده، صح، في الارتفاع ده، في الطول ده، اللي هو كام بقى؟ 1 متر. يبقى انا اول حاجه عندي طول اسمه 1 متر، خلاص عرفته. في عندي بعد تاني اسمه البي، اللي هو نفس بعد الكاميرا، عشان خاطر ما يحصلش بروز، انا هخلي نفس بعد الكاميرا لنفس الحيطه، او الحيطه خليها ايه نفس بعد الكاميرا. او لو انت عايز تعمل كاميرا 25 وتحتها حيطه 12، مفيش مشكله، بس هيبقى في بروز. يبقى الكاميرا عندك كده اهي، والحيطه كده مثلا، انت عندك في بروز كبير قوي، هتضطر تعمل لهم حاره وكلام كبير يعني. طب يبقى اذا انا عرفت الواحد متر، عرفت البي، فاضل عندي ايه؟ الاتش. الاتش احسبه ازاي يا باشمهندسين؟ الاتش انا عندي ارتفاع الدور الصافي اللي هو من هنا لهنا، اللي هو التشطيب ده، الوش ده، ده 3 متر ولا كم، او دلوقتي احنا شغالين 3 متر 10، براحتك 3 متر ايه 10. السقوط بتاع الكاميرا اللي هو ده كله، من سمك البلاطه ولحد السقوط ده كله، السقوط ده كله كام يا باشمهندس؟ السقوط ده كله 50 سم، السقوط كله لحد هنا. وفي عندي بلاطه 16 سم، يبقى اذا ده كام؟ او 14 سم، 14 و16، يبقى اذا ده كام؟ 50 ناقص 16 سم، وهكذا. طلع ايه الرقم ده؟ تعرفت الدبس ده قد ايه؟ ومعاك ده 3 10، يبقى انت عرفت ارتفاع الحيطه الصافي. خد بالك انا واخد بعد كام؟ 1 متر، عشان كده الحمل المفروض كان يطلع، ما انا ضربت في فوليوم، فالمفروض ده يطلع بوحده ايه؟ الطن. بس نتيجه ان انا مخلي بعد منهم 1 متر، فالحمل بيطلع بالطن الكل ايه؟ متر رن. فمن الحسابات وشغلنا، انت لو جربت تحسبها، الحيطه النص طوبه اللي هي سمكها كام؟ اللي هي سمكها 12 من 100 سم، 12 من 100 متر، اللي هي 12 سم يعني، الحيطه اللي هي نص طوبه، اللي هي بقت 10 سم دلوقتي اصلا في الشغل بره، فهتبقى كام وزنها؟ قال لي وزنها بتكون نص طن بير متر رن. قال لي بقى الحيطه اللي هي الطوبه اللي هي كام سمكها، اللي هي 25 سم، قال لي دي بيكون وزنها يا باشمهندس، بيكون وزنها 1 طن لكل متر رن. وطريقه حسابها موجوده عندك فوق اهو، جرب وشوف يا ترى النتائج دي هتطلع زي ده ولا لا. فاحنا عندنا الحيطه اللي عندنا طوبه، فاذا وزن الحيطان 1 طن عليه المتران. الحيطان دي موجوده على الكاميرات، فكل اللي بعمله اقول له سيلكت، اقول له ايه بروبرتيز فريم سيكشن، وراح جاي مختار من هنا الكاميرات اللي هي 25 في 50، خلاص اختار كل الكاميرا، اقول له ايه اساين فريم لود، اقول له نوع ديستريبيوتد، قيمتك في ايه يا باشمهندس؟ قيمة وول لود يا باشمهندس، قيمتك بكام؟ اقول له يونيفورم بكام؟ 1 طن عليه على المتران، اقول له اوكي. انا مش شايف شكل الحمل عامل ايه، اروح جاي ظاهر 3 دي، خلاص شكل الحمل ظهر على الكاميرات بالشكل اللي قدامك ده، هات الاكس واي، خلاص كده اطمنت ان كل الاحمال تمام. عايز اتاكد تاني، اروح على اي بلاطه ورايت كليك عليها، اخش على اللودز، موجود عليها فلور كفر وموجود عليها 2 من 10. عايز اشوف الكاميرات، انا مش عارف اختار الكاميرات، طب اختارها ازاي؟ اروح جاي رايح لبريفيوس سيلكشن، بريفيوس سيلكشن، ورايت كليك في اي مكان فاضي في الشاشه، اقول له ايه شو سيلكشن ايه اونلي، بدا يظهر لي الكاميرات لوحدها، رايت كليك عليها، بدأ يقول لي اللودز اللي عليها عبارة عن وول لود ومعلش أي حاجة تانية. طبعا هيجي لها أحمال تانية إيه من البلاطات زي ما هنعمل أناليسيز دلوقتي. بعد كده أقول له إيه شو أور، رجع كل حاجة زي ما هي تمام. يبقى أنا كده الموديل بتاعي بقى جاهز إن أنا أعمل ران، خلاص أروح جاي كل اللي أعمله أقول له إيه أناليسيز سيت أناليسيز أوبشن، أنا شغال دلوقتي إيه إكس واي بلين لأنها بلاطة، أقول له أوكي. بعد كده أناليسيز ران أناليسيز، طبعا اقول له ايه ران ناو، ما تنساش بعد شغلك ده كله تكون نسيت سيف اصلا، المفروض من البدايه خالص كنا نسيف اصلا، اقول له ايه سيف. عايز ابدا ابص بقى على قيمه المومنت اللي اسمها ام 1.1 اللي احنا هنبدا نصمم عليها دلوقتي اصلا، اروح جاي اقول له ايه شو على الشيل ام 1.1 نتيجه حاله ايه يا باشمهندسين، نتيجه حاله اسمها الالتيميت، اقول له ايه اوكي. كده بدا يظهر لي ام 1.1 عشان اتاكد. بص هنا المومنت بكام تقريبا ايه بصفر، امشي بقى كده وده صح.
تعالى خد، مش انا ام واحده واحده، انا في اتجاه اكس. يعني انا لما اجي ارسم المومنت المفروض يبقى كده، انا واخد شريحه اهي، بص كده معايا، اللي هي الشريحه اللي هنا دي كده، شريحه هنا كده، دي شريحه هنا كده، او خليك الشريحه اللي تحت هنا دي كده شريحه تحت هنا. ده الكاميرا دي سبورت البلاطه، ده سبورت البلاطه، ده سبورت البلاطه، ده سبورت البلاطه، هنا البلاطه فري يعني كابولي، يعني مفيش تحتها كاميرا، فعاملها كده 1 2 3 4 كده. فالمومنت المفروض الطبيعي يطلع كده، وده زي اللي ظهر عندنا بالظبط، لان في مهندسين بتلاقي طلع لك قيمه مومنت هنا. المومنت اللي هنا ده من عندنا احنا، احنا بنضيفه دبليو ال تربيع على 24 عشان التورشن بس، عشان بقول عشان لو حصل تورشن يبقى فيك حديد بسيط يقاومه، انما هو المفروض المومنت اللي احنا متعودين دايما نرسمه هو الشكل ايه ده. تمام يا باشمهندسين، هو ده اللي ظهر معانا بالظبط. عايز تتاكد اكتر، تعال هنا الدرو، في هنا درو سيكشن ايه قط، تعال اختار اي نقطه هنا اهو، بس افضل ضاغط، خليك ضاغط لحد ما توصل للنقطه اللي قصدها اهو، وسيب بدا يعمل لك ايه سيكشن قط بشكل ايه المومنت اللي احنا متعودين طول عمرنا نرسمه. طبعا المومنت بتاعنا هيكون مقلوب ليه لفوق، بس ده عشان خاطر امريكي، فبيبدا يرسم الشكل الصح للمومنت اللي هو المفروض يبقى كده فعلا. وفي قناه على اليوتيوب اسمها دكتور ستراكشر، هيفهمك ليه المومنت كده وليه الشير بالعكس في الاتجاه التاني. وادي شكل المومنت اللي احنا متعودين طول عمرنا نرسمه. فاضل عندنا ايه، ده كده اسمه ام 11، المومنت الكبير خالص موجود على على الكابولي. تعالى هنا هتلاقي المومنت على البلاطه، هنا المومنت النيجاتيف، هنا المومنت البوزيتيف، تقدر ايه تطلع. وهنبدا نتعلم ازاي نصممها ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. بعد كده الشيل طلع لي ام 22، اوكي بدا يصير لك شكل المومنت الناحيه الثانيه. نفس الكلام اللي انا قلت له، درو سيكشن قط النقطه دي، وافضل ضغط واختار النقطه الاخيره، شكل المومنت اهو يا باشمهندس اللي احنا برضه متعودين عليه طول عمرنا. كلوز. فاضل عندي بقى ان انا ايه اتكلم ازاي نبدا نتعامل مع الحمام ده. طبعا المفروض هنا الحمام ده في البلاطات السوليد سلاب بيبقى متهبط، يعني انا عندي البلاطه تبقى كده، او في بلاطه جاهي، في كاميرا اهي، في بلاطه اهي، دي بلاطه السوليد، في كاميرا اهي، دي كاميرا ساقطه صح، دي كاميرا ساقطه. باجي في بلاطه الحمام بالذات وابدا ايه اهبط البلاطه نفسها، يعني البلاطه في كاميرا اهي، بص كده دي كلها اهو، هو ده ببدا اهبطها عشان خاطر مواسير السباكه ايه اللي هتتحط، مواسير السباكه اللي هتتحط اللي هنا بتاع صرف الصح، فبقلل سمكها 10 سم. حتى انت هتلاقي بعد كده كل الشغل هتبدا تبص هتلاقي السقف كله حته واحده ما عدا منطقه اللي موجود فيها البلاطه، وهوريكوا صوره موجوده متلفزه على الطبيعه عشان تتخيل كلامي. دي صوره يا باشمهندسين بتوضح الشكل اللي انا قصدي عليه. لو جينا بصيت هنلاقي دي اوضه نوم، دي كانت جنب اوضه نوم، ده كان حمام. هنلاحظ بقى حاجه، لو جينا نبص بقى ونعمل زوم هنلاحظ ان منسوب البلاطه دي، شايف المنسوب الارتفاع قد ايه، ده قد ايه، وشايف دي بدا يهبطها كلها. ليه التهبيط اللي حصل ده كله؟ التهبيط اللي حصل ده كله يا باشمهندس عشان خاطر يبدا ان هو يحط فيها مواسير السباكه الموجود هنا. ده هيبقى لها تسليحه لوحده، خلاص ده تسليح لوحده، وده لها تسليح لوحده تاني خالص، بقى دي لوحدها ودي حاجه لوحدها خالص تانيه. تمام كده، وان شاء الله هعرض لكم في التسليح ان شاء الله شكل التسليح بتاعها، واحنا بنتكلم على التسليح ان شاء الله هرفع لكم شكل التسليح بتاع البلاطه دي ازاي، والبلاطه دي كانت ازاي، ودي كانت ازاي، واحنا بنتكلم على التسليح في الفيديوهات الجايه ان شاء الله تعالى. حد يسالني برضو ليه برضو دي متهبطه سنه بسيطه، ده متهبطه كتير 10 سم، ده متهبطه بسيطه ليه؟ لان ده كان برضو عايز يتعمل الجزء ده فلات سلاب، كان في جزء هنا ده سوليد وده فلات سلاب، فالفلات سلاب كان سمكه 20، انما السوليد كنا عاملينه 14 او 16 سم، فعندي ده 20 سم. فبنبدا نبدا نوطي دي بقى تاني شويه عشان تبدا تاخد السمك بتاع السقف من فوق، يكون كله حاجه واحده، كله 20 سم، كله نفس المنسوب، فده يبقى 20 وده يبقى 16. ده اعمال تمديد الكهرباء، يفضل انها تتعمل بعد الحداده، اعمال الكهرباء دي عشان خاطر الحديد ما ينزلش على الخرطوم ده فيقفله، فلما راجل الكهرباء يجي يدخل السلوك الموجوده في قلب الخراطيم تبدا تتخنق تتقفل. طبعا انت هتكون صبيت بقى، فالمشكله هتبقى حلها صعب جدا، خصوصا انت هتضطر تكسر وحاجات تانيه كتير، فيفضل ان الكهرباء تكون بقى اعمال الحديد. نرجع بقى لمثالنا تاني، خلاص احنا كده خلاص فهمنا، عايزين بقى نبدا نتعامل مع البلاطه دي. فاحنا بنقول البلاطه دي حديدها هيبقى ده حديد لوحده خالص، ده هيبقى دي بلاطه حديد لوحدها، وده هيبقى له حديد لوحده، فمفيش كونتينيوتي خلاص. المفروض المومنت هيبقى عامل كده، ده سبورت اهو، ده سبورت اهو، ده سبورت اهو، ده سبورت اهو، ده كده المومنت بتاعها عامل كده، او لو في كونتينيوتي مع حاجه تانيه يبقى كده وهكذا. انما ده وده برضه نفس الكلام، لو في كونتينيوتي مع حاجه تانيه، انما ده هيبقى ايه سيمبل بالشكل قدام ده، البلاطه دي حاجه سيمبل كده. طب اخليها سيمبل ازاي يا باشمهندسين؟ افك القفل تاني، اروح على البلاطه اللي عندها المشكله، شايف بقى، اختار كل الشلات المتجاوره دي كده، كل الشلات دي
اختار كل الشلات المتجاورة دي عشان اعمل بقى الريزة شوانسين. كل اللي اعمله هروح جاي رايح على الشلات المتجاورة دي، اختار كل الشلات دي كده واختار كل الشلات اللي جنبها الناحية التانية على طول، وابدأ اعمل ايه انا عشان اخليها سيمبل. يبقى معنى كده ان المومنت هنا بصفر، بس انهي مومنت؟ انا دلوقتي شغال الشريحة دي في اتجاه ايه؟ محور اكس، يعني الاتنين دول اتصال في اتجاه محور اكس، يعني المومنت اللي اسمه ام واحد واحد اللي احنا لسه ايه شارحينه. يبقى انا محتاج اصفر ام واحد واحد، فاختار كل الشلات دي والشلات دي واقول له اساين اريا بروبوس كده اريا ستيفنس موديفاير. اجي هنا على ام واحد واحد، معلش انا اسف شيل التعليم من هنا وهنا، هاجي هنا على ام واحد واحد بند جي ام واحد واحد واخليه بكام؟ بزيرو، واقول له ايه ابلاي. بص كده بيقول لك ايه بقت سيمبل خلاص. طب هنا الشلات دي، قال لي الشلات دي لو في كونتينيوتي مع حاجه تانية جوه لتحت هنا هقول له ايه اساين اريا ستيفنس موديفاير، هقول له تعالى على ام واحد واحد خليك بواحد، تعالى على ام اتنين اتنين لان انا شغال في اتجاه واي دلوقتي، الكونتينيوتي بتاعتها لو في هنا شلات هنا في اتجاه واي فهتكون ايه بصفر، واقول له اوكي. مفيش غير ده وده بس، هو ايه المشترك في اتجاه اكس واتجاه واي، فاقول له اساين اريا ستيفنس موديفاير، اخليها بصفر في اتجاه الواي وصفر برده في اتجاه الاكس، واقول له ايه اوكي. تمام كده انا خليت البلاطه اللي عندي بقت سيمبل في الجزئيه دي. لو انا عملت اناليسيس بقى تاني، ران اناليسيس، جيب بقى بصيت على ام واحد واحد ونبدا نتاكد من كلامنا، شيل ام واحد واحد، قلت له اوكي. اللي حصل المومنت هنا بكام؟ بقى بزيرو. حاول ترسم بقى درو سيكشن قط، تعالى هنا اللي حصل، بص على الشكل، ادي البلاطه اللي قدامنا هي وعاكس، ادي البلاطه اللي قدامنا، بص بقت سيمبل زبام بالشكل اللي قدامنا ده كده. نفس الكلام بقى لو انا بصيت على ام 22 اهو، شيل ام 22 نفس الكلام بالظبط، هتلاقي المومنت هنا بكام؟ تقريبا هنا بصفر، وهنا ايه تقريبا بكام؟ بصفر برضه. وصل الدفع 10 اس رقم كده، بص بصفر. وصلت يا شونسين؟ يبقى كده عرفنا ازاي نبدا نعمل اناليسز للبلاطات السوليد سليم. عايزين نشوف الاحمال الموجوده على الكاميرات، عايزين نشوف المومنت الموجود على القمر، فكل اللي اعمله اقول له ايه سيلكت بروبرتيز فريم سيكشن، اختار الكاميرات اقول له سيلكت، ورايت كليك في اي مكان اقول له ايه شو سيلكشن ايه اونلي، عايز اظهر المومنت اللي عليها فاقول له ايه شيل، طبعا مش شيل هيبقى فريم ام 3 3 نتيجه حاله ايه الالتيميت، واقول له ايه طبعا اوتوماتيك وفيل دايجرام او شو فاليو عشان يجيب ارقام، اقول له اوكي. مفيش اي حاجه ظهرت عندي. لو جبت ال 3 دي هو ده بس ايه اللي هيبدا يظهر عندك القيم ايه الاحمال، لان طب لو انا جبت الاكس واي تاني مفيش اي حاجه ظهرت، لان ده بلان وانا عندي المومنت اللي على الكاميرا راسي، يعني انا عندي ده بلان الكاميرا، المومنت الكاميرا عامله كده اهو، فالمومنت اللي عليها عامل كده لتحت وانا جايب ظهر البلان من هنا، فاكيد مش هشوف، هشوف ده كله خط واحد افق كده تمام كده. فطب انا عايز اشوفه، نروح على الحاجه اللي احنا شرحناها قبل كده كتير، فيو سيت 3 دي فيو. عايز تظهر في 3 دي، عايز اظهر اتجاه الاكس زد مثلا، يبقى انا دلوقتي شغال اهو اكس، عايز اشوف الكاميرات اللي هي في اتجاه محور اكس اللي هي الكاميرا دي ودي، فاقول له ايه هات الاكس زد بلان، وتعالى هنا على الاليفيجن خليه وليكن 45 درجه. اوكي اللي حصل بدا يوقف لك كل الكاميرات اللي عندك وبدا يديك قيم المومنت اللي عليها، انت مش شايف القيم، هتقول له ايه اوبشن دايمنشن اند توليرانس، تعالى على المينيمم فونت جرافيك وخليه وليكن بخمسه. اوكي بدا الرقم يكبر، كبر في الفونت جرافيك يبدا يظهر اكتر، ادي قيمه المومنت الموجوده على الكاميرات نتيجه حاله الالتيميت، كبر في الفونت جرافيك براحتك يبدا يظهر لك. عايز اظهر الكاميرات اللي في الاتجاه الثاني، كل اللي عليه اعمله اقول له ايه، اقول له ايه شو على الفريم، اقول له ام 3 3 اوكي، بس اقول له ايه تعالى فيو سيت 3 دي فيو، تعالى الواي زد 45 درجه عشان يوقف لي البلان بالشكل قدامي ده كده، اقول له اوكي. بدا يوقف لي البلان ويوريني قيم المومنت كونتينيوتي، وادي الصفر هنا، وادي شكل الكاميرات فعلا زي ما احنا ايه دي سيمبل اهي، دي الكاميرا بتاعتنا الكونتينيوتي بتاعتها اهي، وتطلع الارقام صح والشغل بتاعنا تمام والحمد لله تعالى. ممكن تريح على نفسك تخلي كل الكاميرات اللي هي الافقيه دي، لو احنا جبنا الاكس واي بلان تعمل ده، تختار ده وده 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 وتخليهم في جروب لوحدهم، يعني مثلا تقول له اساين تو جروب، وتسميها مثلا اد نيو ديفاين جروب مثلا، وتخليه هورزونتال بيم، اد نيو جروب وتقول له هورزونتال بيم، هورزونتال اتش زد بي عشان ما تنساش. اوكي وتقول لي اوكي خلاص دي بقت في الهورزونتال بيم، تعالى ده اعمل له اساين تو جروب، سميه ديفاين جروب، سميه فيرتيكال
فيرتيكال بي، قول له ايه اوكي. اوكي لما تيجي بقى تظهر بقى، تعالى بقول له ايه سيلكت سيلكت، تعالى بقى بص بقى جروبس بقى، تعالى ظهر لي الهوريزونتال بيم وقول له ايه سيلكت هوريزونتال بيم، وقول له ايه سيلكت. احنا نسينا نعمل له قصين، معلش اختارهم تاني بس نسينا اهو. كل الهوريزونتال بيم اهي، في حاجه هوريزونتال تاني مفيش، واقول له اساين اساين تو جروب، اختار الهوريزونتال بيم اهي واقول له ايه اقول له ايه ابلاي. خلاص كده عرفه. تعالى بقى في الفيرتيكال، تعالى هنا ده وده، تعالى بقى فيرتيكال بيم قول له ايه ابلاي اوكي. تعالى بقى قول له بقى سيلكت سيلكت جروبس، تعالى لي هنا على الهوريزونتال بيم سيلكت. خلاص عمل لك ايه سيلكشن عليها، كل اللي عليك تعمله رايت كليك شو سيلكشن اونلي. تعالى لي بقى فيو سيت 3 دي فيو، هات الاكس زد، تعالى الابريشي انجل ب 45 درجه اليفيجن. تعالى انت عايز تظهر ايه اصلا، نسينا نقول هنظهر ايه، شو فريم التيمت ام 3 ابلاي اوكي، بدا يظهر لك شكل المومنت عليهم، وهكذا مع ايه الفيرتيكال. ان شاء الله التكمله باذن الله، تصميم البلاطات ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله تعالى. معلش لو طولت عليكم، المعلومات كانت كتير النهارده. ان شاء الله في الفيديوهات الجايه يكون في احسن واحسن باذن الله تعالى. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.